1- قشر الموز. قومي بمسح بشرتك مستخدمة قشر الموز لمدة دقائق، سوف يساعدك هذا على التخلص من الحبوب والتجاعيد الجلدية، كما أنه إذا استمررت على هذه العملية سوف تحصلين على بشرة نضرة دائما، وذلك لاحتواء قشر الموز على الكثير من الفيتامينات والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهذه المركبات ضرورية لنضارة البشرة. 2- العسل. العسل عامل مهم جدا في تحسين بشرتك، كما أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لتجديد خلايا البشرة بصورة دورية. قومي بتغطية وجهك بالعسل يوميا لمدة أسبوع كامل، وشاهدي الفرق في اختفاء الحبوب السوداء واختفاء الجلد الضعيف والتالف. 3- صودا الخبز. هذا النوع من الصودا الخاصة بالخبز عندما يختلط بالعسل يمكنه أن يجعل بشرتك ذات ملمس ناعم، وكذلك يخفي الجلد التالف تماما. يمكنك أن تستخدمي هذا المركب مرة كل أسبوع للحفاظ على بشرتك نضرة. 4- الخيار. جميعنا يعرف أن الخيار يساعد على تبريد البشرة، خاصة إن تم خلطه باللبن المخفوق، حيث يساعد على تفتيح المسام وشد الجلد، ومن المفضل استخدامه بعد التعرض للشمس. طريقة استخدامه من خلال تقطيعه إلى شرائح ونشرها على الوجه وتحت العينين. 5- الليمون. لا ينصح الأطباء باستخدام الليمون مباشرة على بشرته، ولكن يفضل عصير الليمون المضاف إليه القليل من العسل أو زيت الزيتون أو اللبن المخفوق. سوف يساعد هذا الخليط على التخلص من نتوءات البشرة، وكذلك تقليل اللمعان المزعج في البشرة الحساسة. 6- الصبار. الصبار فعال جدا في إزالة البقع السوداء وتحسين البشرة بشكل عام، كما يعمل على علاج الالتهابات الخفيفة التي تسبب الاحمرار. كل ما تحتاجين إليه هو قطعة من الصبار وتمرريها على بشرتك. 7- البطاطس. إن قمت بتمرير شرائح البطاطس على بشرتك مرتين يوميا سوف تحصلين على بشرة لامعة، كما أنها ستخلصك من الهالات السوداء أسفل العين. 8- زيت الزيتون. زيت الزيتون يقوم بترطيب البشرة وإصلاح التالف منها ويعطيها لمعانا طبيعيا، وللحصول على أفضل النتائج قومي بمسح بشرتك لمدة 40 ثانية مرتين يوميا وانتظري النتائج. 9- قشر البرتقال. قشر البرتقال مغذي جدا للبشرة، كما أنه يعمل على تجديدها وإمدادها بالكثير من الفيتامينات. كل ما عليك فعله هو ترك قشر البرتقال على بشرتك لمدة 15 دقيقة، أو قومي بخلطه مع ماء الورد واستخدميه لمدة أسبوعين. 10- الشاي الأخضر. يعيد الشاي الأخضر لبشرتك حيوية ونشاطا، وخاصة إن استخدم مصحوبا مع الكريمة أو السكر البني. يمكنك بذلك الخليط أن تحصلي على بشرة شبابية وناعمة في أقل من 7 أيام. 11- الحليب. إنه سر جمال كليوباترا، بالتأكيد إنها لم تستخدم أي من مستحضرات التجميل. كل ما عليك فعله هو ترميم قطعة من القطن المبلل بالحليب على بشرتك وانتظر النتائج الباهرة. سوف تحصلين على بشرة ناعمة ونضرة ولامعة في غضون أيام قليلة. 12- معجون الأسنان. معجون الأسنان قوي جدا في القضاء على حب الشباب، كما أنه يخفي البقع السوداء على البشرة، ومن خلال كمية قليلة منه يمكن الاحتفاظ ببشرتك لامعة ومن دون أي حبوب أو بقع سوداء، وهذا لأن معجون الأسنان يحتوي على الكثير من الكالسيوم اللازم لتغذية الأسنان، في حين أن البشرة عموما تحتاج إلى هذا العنصر في تكوين خلايا جديدة. إن كنتم جربتم إحدى هذه الطرق أخبرونا في التعليقات وماذا كانت النتائج. شكرا لكم على